هز الشخص كرسي ضرب العم ديالي طيحه كاو من تما كينيا هو من اليوح ساعة باش جات لومبيلونس. لومبيلونس جات على ساعة عاد جاو مشاو داوه لسبيطار سيدي مومن ما عتقوش سير بلاص ما داروا ليه والو خلاوه معطل من اليوح تما على حتى جابوا لومبيلونس شدوا لومبيلونس جابوه لعشرين غش عاد درنا ليه الفحوص انه عنده جرح عنده ايموراجي داخليه وعنده غيتسبب ليه في ربما في عاهه مستديمه اللي غتيتمو على ولادو الوليدات ديالو ما كاين اللي خدم عليهم لا والو ونضيف لك نقطه انا الحارس في هذا الوقت ما محميش اولا اي حاجه ما محميش هو كيشد ومن ناحيه اخرى ان محيته للناس اللي كيبلاصيو عنده انه كيقول لك انه كيشد عاوتاني تابع ومن ناحيه انه لا جاش يشفار ولا هادي لا ضربو راه ما محميش ما عنده لا سينيسيس ما عنده اوراق ما عنده والو دابا هاد السيد ضرب شكون اللي غيعوضو ميتو ولكن الغالب الله لان عنده واحد القرحه على السكينه وهذا ولكن للاسف هادشي متكرر يوميا السكينة وين كانوا هما ثلاثة كانوا ثلاثة السيارات بالضبط لقيت اللي السيارة الثالثة أنا وقفت باش نحبسو على